المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع هذا الدرس إجابة للأسئلة الواردة منكم حول ما سمعتم من شرح العقيدة الواسطية، والتي من الله جل وعلا بتمام شرحها في الأسبوع الماضي. وحبذا لو يراعى في الأسئلة أن تكون في الموضوعات التي سبق الكلام عليها في هذه العقيدة المباركة، حتى تكون جلاء لبعض ما قد يغمض، أو بيانا لبعض ما قد يكون مبهما أو مجملا. نبتدئ و نعم. لأن اليوم ما فيما يتعلق بالإجابة على الأسئلة العلمية، أما الاقتراحات فقررنا أن يكون الدرس إن شاء الله تعالى في شرح كتاب كشف الشبهات. أسئلة في العقيدة، أي أسئلة في العقيدة، لأنها تكون مما تطرقنا له إما نصا أو إشارة. قال: ذكرتم أن الفرقة الطائفة هم أهل الحديث وأهل الأثر، فهل يخرج بذلك أهل الرأي من الحنفية؟ الجواب أن أهل الرأي من الحنفية ومن بعض أهل المدينة كأتباع ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك وغير هؤلاء من علماء الأمصار، إذا قيل أهل الرأي فإنما يعنى به من أعملوا الرأي في الفقهيات من حيث تقديم القياس أو النظر في المسائل الفقهية والإفتاء بالقواعد والأقيسة دون النظر في الأدلة الشرعية. فقول السائل فهل يخرج بذلك أهل الرأي، هذا على اعتبار أن أهل الرأي من الفرق أو من الطوائف العقدية، وهذا ليس كذلك. أما الحنفية فهم فئات، ومنهم الأولون من المرجئة، والمتأخرون منهم ما تريدية. وقد ذكرت لكم أن أهل السنة والجماعة لا يدخل فيهم على التحقيق من لم يسلك سبيلهم في مسائل الاعتقاد من الأشاعرة والما تريدية، فضلا عن المرجئة والخوارج ونحو ذلك. وإنما نبهنا على خروج الأشاعرة والما تريدية ردا على السفارين ومن نحى نحوه ممن اعتبر أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف، قال هم أهل الأثر والأشاعرة والماتريدية، وهذا لا شك أنه غلط، لأن الأشاعرة والماتريدية خالفوا أهل السنة والجماعة، خالفوا النصوص في التأصيل، تأصيل أخذ المسائل، وأيضا في التطبيق. فمن حيث التأصيلات هم يقولون بقول جهم في تقديم العقل على النص في إثبات وجود الله جل وعلا وفي الصفات وفي غير ذلك، وأيضا هم في باب الصفات مقولة، وإن كانوا صفاتية لأنهم يثبتون بعض الصفات
لكنهم يؤولون ما لم يتفق مع القاطع العقلي، وعندهم أن العقل شاهد، أن العقل قاض والشرع والنص شاهد. ولهذا قال بعضهم في مقدمة كتاب له في الأصول: لما كان العقل هو القاضي المحكم والشرع هو الشاهد المعدل كان كذا وكذا. فمن أصولهم أن العقل حاكم قاض، وأن الشرع شاهد معدل بتعديل العقل له. وهذا هو الذي أصله الرازي في قانونه الذي رد عليه في طول وتفصيل شيخ الإسلام في كتاب العقل والنقد، حيث أصل الرازي في ذلك أن أصل الشرع هو العقل، وإنما عرفت صحة الشرع بالعقل. وإذا كان كذلك كان تقديم الشرع على العقل تقديما للمدلول على الدليل، وهذا باطل، فلزم أن يقدم العقل على النقل. رد عليه شيخ الإسلام بأوجه كثيرة في ذلك، بوجوه كثيرة في ذلك الكتاب العظيم الذي قال فيه تلميذه ابن القيم في النونية: وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له مثيل ثاني، يعني مما ألف في زمنه من الكتب. أيضا في أبواب الإيمان الأشاعرة مرجعة والماتريدية كذلك مرجعة، وفي أبواب القدر الأشاعرة جبرية متوسطة يقولون بالجبر الباطن دون الجبر الظاهر، والجبرية الغلاة هم الجهمية وغلاة الصوفية الذين يقولون بالجبر الظاهر والباطن. وأما الأشاعرة فعندهم كما ابتدع أبو الحسن الأشعري في ذلك ما سماه بالكسب، ومحصله عند محققيهم أنه جبر في الباطن مع بقاء الاختيار ظاهرة، وجعلوا حركات المكلف وتصرفات المكلف كما تتصرف الآلة في يد من يحركها. وهكذا في مسائل أخرى معروفة. المقصود أن الأشاعرة والماتريدية خلاف أهل السنة ولا يدخلون في السنة والجماعة، وإن زعموا ولا يدخلون في اتباع الأثر والحديث، لكن بالنظر إلى المعتزلة هم من أهل الأثر والحديث بالنظر إلى المعتزلة، وهم من أهل السنة بالنظر إلى الرافضة. ولهذا قد يجد بعض القراء في كلام الأئمة من يقول إن الأشاعرة من أهل الحديث، وهذا باعتبار المعتزلة. فإذا صنف المتكلمون في الصفات أو في العقائد إلى من يحترم الحديث ومن لا يحترمه، فإن الأشاعرة من الذين يعتنون بالحديث والسنة. إذا نظرت إلى الخطابي والبيهقي وأشباه هؤلاء وجدت أنهم يعتنون بالحديث والسنة، ولهذا قد يقال إنهم من أهل الحديث، يعني من رواة الحديث، ممن يعتنون بالحديث مقابلة بالمعتزلة. أما أنهم من طائفة أهل الحديث الذين هم الفرقة الناجية الطائفة المنصورة فليسوا كذلك بمخالفتهم لهم في مسائل الاعتقاد. طبعا من جهة العلماء، علماء الأشاعرة طبقات، منهم من يكون قريبا جدا من أهل الحديث كالبيهقي ونحوه، ومنهم من يكون بعيدا جدا، وهم درجات عند الله.
هل دللتنا على بعض كتب الآداب والسلوك التي ينتفع بها طالب العلم؟ لا شك أن العناية بكتب الأدب والسلوك والأخلاق من المهمات، ومن أعظم ما يدلك على ذلك وتنتفع به كتاب رياض الصالحين، فإنه من أنفع الكتب في الأدب والسلوك النبوي والإرشاد إلى الأخلاق والآداب والواجبات في التعامل والخلق والأدب. ومن جهة الزهديات كتب السلف في الزهد كالزهد لابن المبارك والزهد للإمام أحمد وككتاب الرقاق في صحيح البخاري والبر والصلة في كتب أهل الحديث، هذه فيها مع شروح أهل العلم عليها ما ينتفع به طالب العلم كثيرا. ومن الكتب المتأخرة في ذلك كتاب ابن القيم مدارج السالكين بين منازله إياك نعبد وإياك نستعين، شرح به كتاب منازل السائرين للشيخ العروي رحمهما الله تعالى، وكذلك كتاب شيخ الإسلام التحفة العراقية، وكذلك كتاب شرح كلمات من فتوح الغيب له أيضا لشيخ الإسلام، ونحو ذلك من الكتب المفيدة العظيمة. ومن جهة تطبيق السلوك تنظر في سير أهل العلم، تنظر في التراجع في سير أعلام النبلاء أو في تذكرة الحفاظ أو في حلية الأولياء، مع الانتباه لمواقع الغلو أو الجفاء في بعض التراجم، هذه تنتفع بها من الجهة العملية جدا. والمسألة فيها طول من حيث المراجع والاستفادة منها. هل تعلمون أحدا من الأئمة نص على أن لله تعالى 5 أصابع صفة له جل جلاله، أم أن طريقتهم رحمهم الله لإثبات إثبات الأصابع دون تحديد العدد؟ الذي أعلمه من طريقة أهل السنة أنهم يثبتون الأصابع لله جل وعلا صفة دون تحديد عدد معين، وذلك لأن الحديث الذي جاء فيه بما رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن الحبر من أحبار اليهود جاء فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إننا نجد عندنا أن الله جل وعلا يجعل السماوات على ذه والأرض على ذه والجبال على ذه، وفي رواية يجعل السماوات على أصبع والأرض على أصبع والشجرة على أصبع وإلى آخره. وهذه الروايات بينها اختلاف في العدد، بعضها فيها 6، بعضها 5، بعضها 3، فيعلم من ذلك أن المراد منه ذكر الجنس دون العدد. وقال بعد ذلك أو قال الراوي بعد ذلك: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا أو قال تعجبا من قول الحبر. عدة أسئلة تسأل عن الفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهذا سبق الكلام عليه في الشرح الواسطية، ولا ينبغي أن يكرر السؤال عن مثل ذلك بمثل هذا الاهتمام، لأن المسألة واضحة ولله الحمد. هل الطائفة المنصورة فيها خص من الفرقة الناجية؟ نفس الشيء. هذا اقتراح. ليش؟ هل العفو يتصور من غير القادر على الانتقام؟ نعم، حيث التصور العفو يكون من قادر على الانتقام، من قادر على العقوبة ومن غير قادر، ولذلك يكون العفو كمالا إذا كان من قادر على إيقاع العقوبة لمن خالفه أو من مكر به. والله جل وعلا قادر وقدير وعفو سبحانه وتعالى، وعفوه عن كمال قدرته وكمال عزته وكمال جبروته سبحانه وتعالى، لذلك كان صفة كمال لذلك. ومن القواعد المقررة أن قياس الأولى
يجري في حق الله جل وعلا بخلاف قياس الشمول وقياس التمثيل، لأن الأقيسة ثلاثة: قياس الأولى وقياس التمثيل وقياس الشمول. وقياس الأولى يجري في حق الله جل وعلا بمعنى أن كل كمال في حق العبد الله جل وعلا أولى أن يتصف به سبحانه وتعالى، هذا قد جاء في القرآن. أما قياس الشمول وهو قياس المناطق فباطل في حق الله جل وعلا، وكذلك قياس التمثيل الذي هو قياس الوصوليين فهو باطل أيضا في حق الله جل وعلا. نعم، وكل كمال في حق المخلوق، إذا قلت كل كمال لا نقص فيه، الكمال لا يكون كمالا حتى لا يكون فيه نقص، لكن بعضهم يزيد هذه العبارة توهما من أو إخراجا للولد، لأن بعضهم يرى أن الولد كمال بالنسبة للآدم، يقول الولد، يعني ممن طعنوا في قياس الأولى قالوا الولد كمال بالنسبة للآدم، ومن لا ولد له من بني آدم فهو ناقص، فلكيف ينفى الولد عن الله جل وعلا باعتبار هذه القاعدة؟ وهذا البحث ناقص، لأن الحقيقة ليست كذلك، لأن الولد نقص بالنسبة للآدم، لأنه لما يريد الولد؟ يريده لأشياء، إما لنفعه لكي ينتفع منه إذا كبر، أو ليحمل اسمه خشية من طي اسمه ونسيان اسمه وعدم بقاء اسمه، أو لأجل أنه يحتاج للتفاخر به، وكل هذه صفات نقص، والله جل وعلا له صفة الكمال، فلا نحتاج إلى هذا القيد الذي ذكره الأخ من أن الكمال يقيد بكمال لا نقص فيه، بل الكمال معلوم أنه لا نقص فيه. كيف يفتخر المتصدق بصدقته؟ يفتخر المتصدق بصدقته بأن يكون أدلى بهذا الظاهر في العلن وأعجبه ذلك، هذا لا بأس به، لكن الافتخار غير الاختيار، فالفخر هنا إذا افتخر بذلك فخرا شرعيا كما ذكرنا فإن هذا يكون من باب الدلالة، ولهذا إبداء الصدقات وإظهارها محمود في الشرع: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ومن السنن أن المتصدق في المسجد إذا كان تصدقه بحث الإمام الحاضرين على الصدقة أن يعلن ذلك، كما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بدليل حديث مجتاب النمار، حيث جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وملابسهم مقطعة وقد اجتابوا نمارهم، فعرف ذلك في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر وحث بالصدقة بعد الصلاة، فقام رجل وتصدق بصدقة، فقالوا تصدق فلان بكذا، فتتابع الناس بالصدقة، فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا المجال لا بأس به، لكن الفخر يكون من جهة دلالة الخلق على ذلك والفرح بفضل الله جل وعلا بذلك، لا فخرا مذموما، كما ذكرنا لكم من كلام ابن القيم تفريق بين صورتي الفخر، أن هناك فخرا مذموما وهناك فخرا ممدوحا. قول المؤلف: ويأمرون ببر الوالدين، هل يعني هذا طاعة الوالدين حتى وإن ظلموا أبناءهم حتى في أبسط حقوقهم،
وهل يحق للابن أن يمنع والده من أخذ ماله علما بأن الأب لم يصرف على ابنه هذا لأنه عاش في كنف والدته بحكم أنها مطلقة؟ بر الوالدين أصل من الأصول وقربة من القرب العظيمة، قرن الله جل وعلا حقهما بحقه جل وعلا دون تفصيل في الحال، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخضعوا لهما جناح الذل من الرحمة. هذا فيه إطلاق في جميع الحالات، فعقوق الوالدين كبيرة من الكبائر مقارنة لكبيرة الشرك والعياذ بالله، قرن الله جل وعلا بينهما تعظيما لهذا. فكما أن الحق مقترن كذلك الشرك مقترن بعقوق أو عقوق الوالدين مقترن بالشرك. إذا حصل من الوالدين ما لا يحمد لم يطيع الله جل وعلا في العبد في الابن، فإن الابن يطيع الله جل وعلا فيهما، لا يفرط في الأمر الشرعي لأجل أنهما فرطا، بل لو جاهداه على أن يشرك، لو جاهداه على أن يزيغ، لو جاهداه على أن ينحرف، لو جاهداه على أن يكفر، فإنه لا يطيعهما في ما أراد ويصاحبهما في الدنيا معروفا، كما قال جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهذا من القواعد العامة في بر الوالدين. أما أخذ الوالد الأب أو الأم في قول كثير من أهل العلم، أخذ الأب بعض مال ولده هل له ذلك؟ الصواب أن له ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت ومالك لأبيك، لأنك جئت بسبب الأب فأنت ومالك لأبيك. لكن الفقهاء قيدوا ذلك بفهم ما جاء في السنة والقواعد وعمل الصحابة رضوان الله عليهم بقولهم وللأبي في باب الهبة عبارة الزاد، وللأبي أن يتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، فللأب أن يتملك من مال الولد ما لا يضره ولا يحتاجه. فإذا كان الأخذ يضر الولد أو يحتاجه الولد في معيشته فإن الأب ليس له ذلك، لكن إذا كان شيئا زائدا فإن له أن يتملك ذلك، وكذلك الأم على الصحيح من قولي أهل العلم هنا. من كان في عقيدته انحراف عن هدي السلف الصالح وكذا في أخلاقه مع الناس، ما حكم مساعدته في الخروج من المصائب التي تحل به وزيارته والوقوف بجانبه؟ وهل من رفض مساعدته بحجة ما عنده من انحراف في العقيدة على صواب؟ هناك تنبيه عام في الأسئلة، وهذا لعلي أعرض له إن شاء الله تعالى في درس عام يلقى قريبا إن شاء الله بعنوان أدب السؤال. كثير من الأسئلة يكون عند ملقيه أو عند السائل حالة معينة فيأتي بصيغة عامة، وهذا غير مناسب أن تسأل أحد أهل العلم أو أحد طلبة العلم وأنت في ذهنك حالة خاصة تصوغ السؤال بصيغة عامة وأنت تعني هذه الحالة الخاصة، هذا يجعل المجيب لغير علم بما في ذهنك فيجيب إجابة بقدر السؤال وأنت تنزلها على ما في ذهنك من الواقع، وهذا يحصل منه بلبلة كثيرة. وكثير من الأسئلة التي وجهت لأهل العلم في هذا الزمن من جهة العموم فيجيب العالم أو طالب العلم فيها بجواب فيستدل منها السائل على أشياء في صالحه فيما يزعم، وهذا ليس من أدب السؤال، بل السائل مستفتن، السائل مسترشد، لا يسوغ له أن يسأل ليحظى من المسؤول بالجواب الذي يلائمه، لأن السؤال في أصله أن تريد منه أخذ الحق. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أما إذا كنت تعلم أو عندك الشيء مقررا وتريد أن تسأل لي تجعل الجواب في صالحك أو مقويا لك، فإن هذا ليس من أدب السؤال. لهذا نقول حبذا أن تكون الأسئلة في مثل هذا السؤال أن تكون مخصوصة بالحالة. من كان في عقيدته انحراف عن هذه السلف الصالح وكذا في أخلاقه، ما حكم مساعدته في الخروج من المصائب؟ هو يعني حالة معينة، لكن المسألة هذه تحتاج إلى تفصيل، كل حالة لها ما يناسبها من الجواب، لأنها قد تكتنفها أشياء يعلمها السائل ويعلمها المسؤول، بإيضاح هذه الأشياء يكون الجواب. فالجواب ليس في المسائل هذه بأمر عام، بل بمعرفة الحالة الخاصة. وهذا حبذا لو يعتني به الإخوان جزاهم الله خيرا. من يأمر بالمعروف ولا يأتيه هل يؤجر؟ ومن ينهى عن المنكر ويأتيه هل يؤجر؟ نعم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير مرتبط بعمل المعروف أو الانتهاء عن المنكر، لأن الواجب على العبد واجبان، واجب في أن يأتي المعروف وأن ينتهي عن المنكر، هذا واجب، والواجب الثاني أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. فإذا ترك أحد الواجبين فإنه لا يسوغ له شرعا أن يترك الواجب الآخر. إذا كان واقعا في المنكر وتاركا للمعروف الذي يأمر به، فإنه لا يترك الأمر والنهي ويفرط في هذا الواجب لأجل أنه فرط في الامتثال. هذا واجب وهذا واجب. ولهذا ذكرت لك قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: لو لم يأمر بالمعروف إلا من أتى، ولم ينهى عن المنكر إلا من انتهى عنه، لم تجد آمرا ناهيا. لأن الدين عظيم، ومسائل الشرع والواجبات والمستحبات كثيرة، كذلك المحرمات والمكروهات كثيرة، فالعبد يجب عليه أن يأمر وينهى، فإنه إذا فرط فإنه يستغفر الله جل وعلا ويكون قد فرط في واجب أو مستحب أو ارتكب محرما ونحو ذلك. فلهذا لا صلة بين هذا وهذا، هذا واجب وهذا واجب، فمن وفقه الله جل وعلا لامتثال الواجبين فإنه هو الذي حظي بالفضل. وأما من خالف فهذا فيه تفصيل. إن كان هذه المخالفة دائمة معه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو يواقع المنكر ولا يأتي بالمعروف طول الحياة، يعني ملازم بذلك، فهذا هو الذي جاء في مثله قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: إنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، يعني أمعاءه، فيقال له: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف تنهاني عن المنكر؟ قال: بلى، ولكن كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي. هذا في حال من لازمه وغلب عليه. أما من أمر ثم استغفر ويجاهد نفسه، هذا له حكم أمثاله ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يعفو عنه. هل يصح عن شيخ الإسلام أنه قال إن الأشاعرة لم يوافقوا أهل السنة إلا في السير، حيث نقل عنكم ذلك؟ ما أدري، أنا ما أذكر أني قلت هذه الكلمة، ولا أحفظها أيضا من كلام، ولا أحفظها من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، لكنهم وافقوا أهل السنة في السير، يعني جمهور الأشاعرة على أنه لا يجوز الخروج، وافقوا أهل السنة في السير، لكن لم يوافقوهم إلا في هذه، هذا غير صحيح، لأنهم وافقوا أهل السنة في مسائل كثيرة. ما هو الرابط بين ما يجوز تأويله وما لا يجوز تأويله؟ وهل يجوز تأويل قوله تعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وتأويل قوله: فأتى الله بنيانهم من القواعد؟ الجواب أن هذه المسألة مسألة عظيمة ودقيقة،
بعدم معرفتها يكون الخلط بين التأويل والقول بظاهر الكلام أو ما يتضمنه الكلام أو لازم الكلام. وأذكر أني في أثناء الشرح لما تكلمنا عن الصفات عرضت بهذه المسألة، لكن أعيدها حتى تتكرر الفائدة. فالتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره، صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لدليل دل عليه أو لقرينة. فإذا في التأويل عندنا ظاهر وهناك صرف لللفظ عن ظاهره، فعماد فهم التأويل على فهم كلمة الظاهر، كما أن المجاز عندهم هو نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثان لعلاقة بينهما. ففهم المجاز الذي يقابله الحقيقة مبني على فهم الوضع الأول الوضع الثاني العلاقة، والتأويل مبني على فهم الظاهر والقرينة. فإذا في التأويل شيئان ظاهر وقرينة، مهم أن تعتني بهذين حتى تفهم المسألة. وفي الحقيقة والمجاز هناك ثلاثة ألفاظ، وضع أول وضع ثاني وعلاقة. الظاهر في التأويل نوعان، الظاهر في الكلام نوعان، هناك ظاهر لفظي وظاهر تركيبي. ظاهر يظهر من لفظ واحد، وظاهر يظهر من الكلام من الجملة. ولهذا تعريف التأويل قالوا نقل الكلام أو صرف اللفظ، نقل الكلام من ظاهره المتبادر منه إلى غيره بقرينة، أو صرف اللفظ عن ظاهره. فنقل الكلام أو صرف الكلام عن ظاهره هذا راجع إلى الظاهر التركيبي، وصرف اللفظ عن ظاهره هذا راجع إلى اللفظ الإفرادي. فمثلا في قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى بمعنى استولى أو هيمنة، هذا تفسير لكلمة استوى. هنا نقل اللفظ من ظاهره إلى معنى آخر بقرينة. ظاهر اللفظ هنا أن استوى بمعنى على، هذا معناها في اللغة، فأولوها بمعنى استولى فصار هذا تأويلا. هل هذا تأويل سائغ أم تأويل غير سائغ؟ نقول هذا تأويل باطل غير سائغ، لأنه نقل اللفظ عن ظاهره المتبادل منه بغير قرينة. القرينة التي يدعونها القرينة العقلية، والقرينة العقلية مبنية على أن يكون العقل تصور امتناع إثبات ظاهر اللفظ، فلذلك نقله. ومن المتقرر أن علو الله جل وعلا على عرشه لا يمتنع عقلا، أليس كذلك؟ أنا أقول ثابت عقلا، العلو ثابت عقلا، لكن الاستواء على العرش لا يمتنع عقلا. فعلى تقدير مجاراتهم في كلامهم نقول هو جائز عقلا، وإذا كان كذلك سيكون نقل اللفظ من ظاهره إلى غيره
يكون تأويلا باطلا. هناك تأويل صحيح من مثل ما ذكر من الآيات، مثل قول الله جل وعلا: فأتى الله بنيانهم، فأتى الله بنيانهم من القواعد. ظاهره، ظاهر اللفظ، أن الإتيان هنا لله جل وعلا، أتى الله يعني أن الله يأتي. لكن أجمع أهل السنة على أن هذه الآية ليست من آيات صفة الإتيان. لما؟ لأن الظاهر هنا ظاهر تركيبي، فأتى الله بنيانهم من القواعد، معلوم أنه لما قال من القواعد أن الله جل وعلا لم يأتي من القواعد بذاته فخر عليهم السقف من فوقهم، وإنما أتى الله جل وعلا بصفاته، يعني بقدرته، بعذابه، بنكاله. كذلك قول الله جل وعلا: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. ألم تر إلى ربك ليس معناه رؤية الله جل وعلا حيث يمد الظل، وإنما ترى قدرته جل وعلا حيث يمد الظل. فهذا الظاهر تركيبي. هذا لا يسمى تأويلا أصلا، لأنه قول بظاهر الكلام، فما نقلنا الكلام ولا صرفنا الكلام عن ظاهره. فإذا القاعدة المقررة عند أهل السنة أنه في نصوص الغيبيات، في الصفات، أو في ما يكون يوم القيامة، أو في الملائكة، أو إلى غير ذلك، لا تأويل فيها. فنأخذ بالظاهر. هذا الظاهر تارة يكون ظاهرا من جهة اللفظ، وتارة يكون ظاهرا من جهة التركيب. في قول الله جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قد تجد من يفسرها بقوله: تبارك الذي بيده الملك، يعني في قبضته وتحت تصرفه. وهذا التفسير إذا كان مع إثبات صفة اليد لله جل وعلا فهو تفسير سائغ، لأن الملك بيده بمعنى أنه تحت تصرفه. لكن في الآية إثبات صفة اليد، في قول الله جل وعلا: يد الله فوق أيديه. قال ابن كثير وغيره: هذا تشديد في أمر البيعة، هذا فيه إثبات صفة اليد لله جل وعلا. ومعنى الكلام في ظاهره التركيبي مع إثبات صفة اليد أن فيه تشديد أمر البيعة. فإذا كان أحد من المفسرين فسر بالظاهر التركيبي، أو فسر بالمتضمن للكلام، أو فسر باللازم، فتنظر فيه هل يؤول الصفات أو لا يؤولها. فمثلا لو نظرت إلى هذه الآية: يد الله فوق أيديهم، ووجدت أنه في هذه الآية لم يثبت صفة اليد، وإنما قال: هذا تشديد في أمر البيعة لأجل أن لا ينكث بها أحد. تنظر في الموضع الآخر في قوله جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وفي قوله: يد الله مغلولة. هل في ذلك إثبات صفة اليد عند هذا المفسر أم لا؟ فإن أول في ذلك الموضع علمنا أنه في هذا الموضع أول، وإن أثبت في ذلك الموضع علمنا أنه في هذا الموضع فسر باللازم والمتضمن. وهذا من دقيق المسائل، إذا لم تفهمه تجاوزه ولا تخض فيه بعدم بعدم فهم له، لأن هذه من دقيق المسائل. ولهذا بعضهم يقول البغوي أول، أو مثل واحد ألف ابن كثير بين التفويض، أو قال إيش ابن كثير بين التأويل والتفويض، أو بين التفويض والتأويل، ويظن أن بعض الناس أن ابن كثير فوض بعض الآيات، فوض بعض الصفات، أو أول. هذا غير صحيح،
كذلك البغوي هو أول هذا غير صحيح. لما؟ لأنه قد يفسر باللازم، قد يفسر بالمتضمن، قد يفسر بالظاهر التركيبي، فكيف تعلم الفرق بين المؤول وبين غيره؟ كما سأل السائل هنا بدقة حيث قال ما هو الضابط بين ما يجوز تأويله وما لا يجوز تأويله، يلتبس في حق بعض المفسرين. فلا تأخذ بالموضع المشكل الذي يحتمل أن يفسر باللازم، ولكن انظر إلى الموضع الذي فيه التنصيص على الصفة. فإذا أثبت في الموضع الذي فيه التنصيص على الصفة فهمنا أنه هنا ما أول الصفة ولكن فسر بالمتضمن أو اللازم أو فسر بالظاهر التركيبي. وهذا بحث يحتاج إلى مزيد بسط، لكن هذه أصوله. هناك كلام لشيخ الإسلام وهو أن أهل السنة يرون أنه لا مانع في وجود حوادث لا أول لها كما يوجد حوادث لا آخر لها. الزمان مخلوق والله جل وعلا هو الأول والآخر، وهو سبحانه وتعالى حي قيوم فعال لما يريد، فلا بد من ظهور أثر صفاته وأثر أسمائه الحسنى في بريته، فلا بد إذن أن توجد برية، فيتناهى الزمان ينتهي الزمان ويكون هو جل وعلا أول بصفاته وهو آخر أيضا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه هي المسألة التي يسميها بعضهم قدم الحوادث أو تسلسل الحوادث أو نحو ذلك من الأسماء. ومن مذهب أهل الحديث والسنة فيها أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن أسماءه وصفاته لا بد أن يظهر أثرها في خليقته، لا يكون متصفا بأسماء بصفات وله أسماء متضمنة لصفات ثم يكون معطلا جل وعلا عن الفعل حتى يخلق الزمان ويخلق المكان. وهذا فيه دخول في قول الجهمية والمعتزلة، فأهل الحديث يقولون هو جل وعلا لم يزل حيا سبحانه وتعالى وهو فعال لما يريد، ولا بد أن يكون له إرادة سبحانه وتعالى، فإرادته أن يفعل معنى ذلك أن يحدث فعل، وصفاته جل وعلا لا بد أن يكون لها أثر في الخليقة فصارت حوادث. أول هذه الحوادث متى؟ نقول الزمان وجد بعد ذلك، والله جل وعلا أعلم بهذا الأمر، تقاصر العقل والفهم عن هذه الأشياء. لكن من الظلم ما قالوه من أن شيخ الإسلام وأهل الحديث قالوا بقول الفلاسفة، حيث يقول الفلاسفة بقدم هذا العالم، وأن هذا القول الذي ذكرناه من مذهب أهل الحديث هو قول الفلاسفة، هذا باطل وإنما أوتوا من جهة عدم الفهم. الفلاسفة والضلال في هذا الباب قالوا بقدم هذا العالم، فيها الإشارة، هذا العالم المنظور، هذا العالم الذي تراه السماوات والأفلاك والأرض، قالوا هي قديمة. وأما أهل السنة فقالوا خلق الله جل وعلا قديم، ليس هذا العالم، هناك جنس مخلوقات، أما هذا العالم فهو محدث مبتدئ ابتداء نعلمه مما جاء في النصوص. أما فعل الله جل وعلا وجنس مخلوقاته فهذا علمه إلى الله جل وعلا، ولا يجوز لأحد أن يدخل في ذلك بتعطيل الله جل وعلا عن فعله بما يريد، فهو سبحانه وتعالى الحي القيوم قائم على ما خلق سبحانه وتعالى، ولا بد أن يظهر أثر الصفات وأثر الأسماء في الخلق. وهذه مسألة عظيمة خاض فيها من لم يحسن، وهدى الله جل وعلا أهل السنة فيها بتعظيمه وعدم حد صفاته وأفعاله، بل هو أسلوب من أساليب العرب والقائلين
به يقولون هو مجاز، وعليه الخلاف لفظي ولا مشاحة في الاصطلاح، لأن الخلاف لا أثر له. فما هو جوابكم؟ نقول هذا القول باطل وغلط كبير، لأن المجاز كما عرفته لك بنقل تعريف الأصوليين إنه نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثان، نقل الكلام أو نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثان لعلاقة بينهما. إذا كان النص في أمور غيبية مثل صفات الله جل وعلا أو صفات الملائكة أو صفة الجنة والنار أو صفة ما يحدث يوم القيامة أو ما في البرزخ في القبور ونحو ذلك، إذا كان اللف في أمور غيبية فإنه لا يجوز دعوى المجاز فيه، ومن ادعى المجاز فيه فهو من جملة أهل البدع. لما؟ لأن المجاز في تعريفه نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثان لعلاقة. لما نقلوه؟ لعدم المناسبة. الوضع الأول لا بد أن يكون معلوما، ثم ينقل من الوضع الأول إلى الوضع الثاني لعلاقة بينهما لعدم مناسبة الوضع الأول. نقول هذا لو طبقوه لرجع عليهم بإبطال كل ما ادعوا فيه المجاز من المسائل الغيبية، لأن كل من قال بالمجاز في آية أو في حديث في أمر غيبي قل له لما، فيقول لأن هذا اللفظ ليس لائقا وننقله عن ذلك. فتقول له وما أدراك عن الوضع الأول. الوضع الأول يعني اللفظ الذي وضعته العرب أول ما وضعت الكلام لهذا المعنى. فمثلا لفظ الأسد هو للحيوان المفترس، نقل من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع، فإذا قلت رأيت أسدا احتمل الكلام أن تكون رأيت الحيوان المفترس المعروف أو رأيت الرجل الشجاع. لكن إذا قلت رأيت أسدا فكلمني، هذا انتهى الأول، هذا ظاهر. لما؟ لأن دلالة السياق حددت لك المراد. لكن في مثل قوله جل وعلا الرحمن الرحيم، قالوا الرحمة مجاز عن الإنعام، يعني أن الرحمة لها معنى في أوله وهو الذي يحس به المخلوق حين يرحم، ثم نقل إلى وضع ثان وهو الإنعام لعدم مناسبة الوضع الأول لله جل وعلا. فتسأل هذا الذي ادعى المجاز، أقول له ومن قال لك إن الرحمة وضعت أولا في كلام العرب للرحمة التي يحس بها الإنسان؟ هذه دعوة. لا يمكن لأحد أن يقول الوضع الأول بالمعاني هو كذا، هذا من العسير أن يقول الوضع الأول هو كذا. تقول له ما الدليل على أن الوضع الأول هو كذا؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال هذا مجاز. لما؟ قال لأن الجناح للطائر. فنقول بأنه مجاز لأن الجناح للطائر، فننقله من وضعه الأول إلى الوضع الثاني للاستعارة، كما يقولون الآية فيها استعارة. نقول ومن قال
إن العرب وضعت لفظ الجناح للطائر. ما الدليل؟ يقف معك لا دليل. وهكذا في مثل يعني مسائل كثيرة في الصفات والغيبيات إلى آخره. فالمقصود من ذلك أن دعوى المجاز في الصفات باطلة، ولا دليل واضح علمي بتطبيق ما قرروه في تعريف المجاز على ما ادعوه. فمن قال إن في آيات الصفات أو آيات الغيبية مجاز يقول هذا باطل مخالف للعقيدة، عقيدة السلف الصالح. إذا قال في غير آيات الصفات إنه مجاز نقول الخلاف هنا أدبي. من قال في لفظ من الألفاظ في غير القرآن إن هذا فيه مجاز نقول المسألة سهلة، أنه لا تعرض فيها للصفات ولا للغيبيات. فمن قال هذه الكلمة فيها مجاز، بيت الشاعر هذا فيه مجاز ونحو ذلك، نقول الأمر سهل لأنه ما ينبني عليه خلل في العقيدة. فإذا إذا ادعي المجاز في المسائل الغيبية في الصفات أو الغيبيات فهذا مخالف للعقيدة. إذا قيل بالمجاز في غير آيات الصفات ومسائل الغيبية فنقول هذا خلاف أدبي. منهم من يرجح أنه لا مجاز، ومنهم من يرجح أن فيه يعني في اللغة فيه مجازا. وهل القرآن فيه مجاز أم لا أيضا ثم خلاف. من القواعد المقررة عند القائلين بالمجاز أن كل مجاز يصح نفيه. فإذا قلت رأيت أسدا فكلمني جاز أن تقول بعدها مباشرة ولكنه ليس بأسد، تعني الوضع الأول. جدارا أو جناح الذل من الرحمة يصح أن تقول بعدها عندهم ولكنه ليس بجناح، تريد جناح الطائر. ومن المجمع عليه أنه لا يجوز أن ينفى شيء في القرآن، وهذا من المرجحات لعدم جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاب. هذه قاعدة عند البلاغيين، كل مجاز يصح فيه. بإيش؟ المجاز نجي على أخذي. لا، إذا كان في غير آيات الصفات والغيبيات يعني يصير سهل، لكن في القرآن كله لا، ليس لفظيا. النزاع حقيقي، لأن هل تؤول آيات الصفات أم لا تؤول؟ لذلك سألتك، أنا سألت قلت لي لا، من عودت تعرف يعني. إذا كان أخرج آيات الصفات يقول لهم خلاف يكون أدبيا، يعني خلاف بين أهل العلم، التحقيق أنه لا مجال في اللغة أصلا، كما أنه لا ترادف في اللغة، وإنما كل ما ادعوا فيه وإنما كل مسألة ادعوا فيها المجاز فنقول هي حقيقة، ولكن الحقيقة منها ما تفهم باللفظ ومنها ما تفهم بالتركيب. هنا قال هل يوصف الله جل وعلا أو يخبر عنه بأنه ساكت؟ الجواب أن السكوت له معنيان. المعنى الأول سكوت مقابل للكلام، تكلم وسكت. والمعنى الثاني سكوت عن إظهار الحكم، عن إظهار الكلام، عن إظهار الشيء. أما الأول فلا أعلم أن أهل السنة يصفون الله جل وعلا بالسكوت الذي هو مخالف للكلام، يعني يتكلم ويسكت بمعنى يترك الكلام أصلا، ولا أعلم أن أحدا من أهل السنة قال به.
وأما المعنى الثاني وهو السكوت بمعنى عدم إظهار الخبر أو ترك إظهار الحكم أو إظهار الكلام، هذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. سكت عن أشياء، هنا السكوت بمعنى عدم إظهار الحكم، لأنه قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء. السكوت هنا عدم إظهار حكم تلك الأشياء، ليس هو السكوت الذي هو ضد الكلام. فهذا النوع ثابت، سكت الله جل وعلا عن هذا الحكم، يعني لم يظهر حكمه لا في الكتاب ولا السنة، تركها جل وعلا. فيرجع الأمر إلى القواعد، إما أن أصلها الإباحة أو إلى آخر ما هو معلوم. وهذا هو المراد بقول من قال من السلف يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، رعاية لهذا الحديث. هذا تحقيق القول في هذه المسألة، والله أعلم. ما رأيك في من استحب التعبير بلفظ السلف الصالح بدلا من مذهب أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة لفظ ادعاه الكثيرون، فالأشاعرة يقولون عن أنفسهم إنهم هم أهل السنة والجماعة، والماتريدية كذلك، لأن لفظ السنة والجماعة لفظان محببان جميلان، فأهل السنة والجماعة كل يدعيها. ولذلك إذا قلت عند الأشاعرة فلا بد أن نذهب إلى ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، يسلم لك، لا خلاف في هذا، لأن اللفظ كل يدعي. أما لفظ السلف الصالح فإنه يتميز به المراد بأهل السنة والجماعة. السلف الصالح لا ينتسب إليه الأشاعرة والماتريدية والمبتدعة، لأنهم يؤصلون أن طريقة السلف أسلم، ولكن طريقة الخلف أعلم وأحكم، فلا ينتسبون للسلف الصالح لأجل أنهم أرادوا السلامة، والسلامة عندهم خلاف العلم والحكمة، نسأل الله العافية والسلامة. والواقع أن السلف أسلم، طريقتهم أسلم وأعلم وأحكم، رحمهم الله تعالى وجزاهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء. ولهذا ينبغي التنبه عند إطلاق لفظ أهل السنة والجماعة بتقييده، وإذا أطلق ولم يقيد في بعض الأحيان فلا بأس، لكن تقييده في بعض الأحيان هذا هو طريقة المحققين من أهل العلم، فيطلقونه بدون تقييد، وتارة يقيدونه حتى يحمل المطلق على المقيد. ذكرت أن الجهمية يخرجون من 72 فرقة ولم تذكر الأشاعرة، الأشاعرة من هذه الأمة، الأشاعرة ليسوا بخارجين عن الإسلام، الأشاعرة إنما هم مخالفون مبتدعة. لقد علم من طريقة السلف أنهم لا يردفون نزول الله بأنه ينزل بذاته، إلا ما قاله ابن مندة ينزل بذاته من العرش، ولكن هل في قولنا أنه ينزل بذاته محذور أو فساد للمعنى؟ وذلك لأننا نعلم أن هذه الصفة صفة اختيارية قائمة بالنفس، وأيضا لماذا لا ينسحب هذا على صفة الاستواء؟ لو ترك ينسحب هذا يكون أحسن، لو قال ولكن لماذا لا يصلح هذا في صفة الاستواء، أو لماذا لا يقال هذا في صفة الاستواء ونحو ذلك. معلوم أن طريقة السلف متابعة النصوص والتصريح ببعض الألفاظ الزائدة عما جاءت النصوص مما يفهم منها بالصفات لا يكون إلا عند الحاجة،
لا يكون هكذا من غير حاجة. لهذا ترى أن الإمام أحمد قال في أول أمره: من قال إن القرآن غير مخلوق فهو مبتدع، ومن قال إنه مخلوق فهو مبتدع. ثم لما استحكم القول بخلق القرآن قال إذا سئل هل القرآن مخلوق قال لا ليس بمخلوق. فترة الأولى حين قال من قال إن القرآن ليس بمخلوق فهو مبتدع، لأنه لا حاجة إلى ذكر هذه اللفظة، لأن ذكر هذا اللفظ يستدعي البحث في خلق القرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق، ليس بمخلوق لماذا نفى. فلا تدخل في الألفاظ في العقائد بألفاظ مبتدعة، بل تتابع النصوص، وهذا هو الواجب، خاصة في الحديث مع العامة والناس ومع طلبة العلم، إلا فيما يحتاج إليه. ولهذا قد يتحاشى طالب العلم أن يفصل بعض المسائل لبعض المتعلمين وطلبة العلم، لأنه لا حاجة إلى تفصيلها. وهذا الباب باب العقائد الأصل فيه أن يتابع الكتاب والسنة وأن لا يزاد عليه، تذكر المسألة ويذكر دليلها فقط. لكن توسع أهل العلم ردا على المخالفين، فلهذا من زاد بعض الكلمات استوى على عرشه بذاته، أو قال هل استوى بحد، قال نعم بحد، أو ينزل بذاته، أو يأتي بذاته، أو نحو ذلك، فهذا لحاجة كانت في ذلك الزمان. فما لم تكن الحاجة قائمة في مقابلة أهل البدع فإنه لا يتجاوز القرآن والحديث. ولهذا مما ينبغي أن يفهم وأن يستحضره طالب العلم جيدا أن كتب الردود لا تأخذ منها تقعيد العقائد، وإنما تأخذ منها فهم مرادات السلف بتقرير العقائد، وفرق بين المسألتين. فكتب الردود قد يحتاج فيها العالم الذي رد من أئمة السلف إلى ألفاظ لا يقولها عند الابتداء والاختيار، وإذا قرر العقيدة من دون رد فإنه لا يأتي بتلك الألفاظ. ولهذا نقم بعض أهل البدع على بعض أئمتنا كعثمان بن سعيد الدارمي وابن مندة ونحو هؤلاء الأئمة بألفاظ أوردوها، وإنما أحوجهم إيراد تلك الألفاظ الرد على المخالفين. فتنتبه أن كتب الردود يكون فيها زيادة، فيها استطراد، فيها أنه يلتزم بشيء لا داعي له، لكن في مقام الرد يلتزمه ليبين أنه على ثبت ويقين من الأصل الذي أصله. فإذا أعيد لكم هذا الأصل وهذه القاعدة، هي أن كتب الردود لا يؤخذ منها تقرير عقائد أهل السنة، وإنما يؤخذ منها فهم تقرير العقائد، تقرير نفسه ما تأخذ منها، يعني التقعيد لا تأخذ من كتب الردود، وإنما كيف تفهم النصوص، كيف تفهم القواعد، تفهمها من الردود. فإذا احتجت ذكرت ما ذكروا، إذا لم تحتج فلا تتوسع في ذلك. فباب الصفات باب إنما يتابع فيه النصوص، لا تزد على النصوص إلا إذا كان ثم حاجة. ولهذا بعض طلبة العلم يستأنس في هذا الباب إلى ذكر خلافيات دقيقة في نصوص الصفات وكلام أهل العلم، ويتجادلون في ذلك ويتركون بعض الواجب عليهم في مسائل الدين الأخرى لا يتعلمونه، وبالتالي لا يعملون به. هذا غير سائغ، لأن طلب العلم في الحقيقة له لذة، ومن سار في طلبه للعلم على لذته حرم. بعض الشباب، وهذه سبقا ذكرتها لكم، هي أن بعضهم يطلب العلم للذة، يعني من الزمن القديم له لذة في البحث في الصفات،
ويبحث ويدقق، لكن باب الإيمان لا يعرفه. لكن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يعرف كلام أهل السنة فيه، لكن باب الأخلاق لا يعرف كلام أهل السنة فيه، وهكذا. فالإيغال في بحث شيء وقد فرطت في واجب، وذاك الذي أوغلت فيه ليس بواجب عليك، هو من باب تقديم المستحب على الواجب. فتقديمك المستحب على الواجب لما؟ لأن لك لذة فيه. ولشيخ الإسلام رحمه الله رسالة في هذا الأصل عنوانها قاعدة فيما للعبد فيه محبة، يعني من الأعمال. وهذا من دقائق البحث في أصول العمل والنيات وما يصلح به القلب. وهذه الرسالة غير موجودة في الفتاوى ولا رسائل شيخ الإسلام، وإنما موجودة في مجموع باسم رسائل عربية أو بحوث عربية وإسلامية مهداة إلى أديب العربية محمود محمد شاكر، مجموعة من تلامذة الأستاذ الشيخ محمود محمد شاكر كتبوا تحقيقات، ومن ضمن تلامذته محمد رشاد سالم حقق هذه الرسالة وأودعها هذا المجموع، وهي رسالة وجيزة. بعض الناس يطلب العلم للذته، تجده يبحث في المصطلح ويحقق في المصطلح، لماذا؟ لأن له لذة في ذلك، يجد استمتاع، يخرج الأحاديث، يجلس الحديث شهر أسبوعين وثلاثة وأسبوع، لما؟ لأن له لذة في ذلك. يحفظ حفظا مطولا كذا، هل لأنه الواجب عليه؟ لا، لأن له لذة في ذلك. تجده يحفظ في كتب الحديث، هل حفظت القرآن؟ لا. لما؟ صار يبحث لأن له لذة فيه. تجد يوغل في البحث في مسائل الأسماء والصفات، ويأتي فيها ببحوث غريبة، يعني من جهة أنها غير مشهورة، وذلك لأن له لذة في ذلك. فإن كان هذا الاستقصاء بعد تمكن فيما يجب عليه فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، أما أن يفرط بالواجب ويذهب إلى مستحب أو يذهب إلى مباح في بعض من الاطلاع على بعض التفاصيل فهذا ليس بحسن. نعود إلى أصل الموضوع، وهو أن مثل هذه الألفاظ بذاته أو نحو ذلك هذه يذكرها بعض أهل العلم للحاجة إليها، فإذا لم يكن ثم حاجة فلا مجاوزة للقرآن والحديث. فنحن نقول الله جل وعلا مستوى على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، وينزل إلى السماء الدنيا كما أخبر عن ذلك كما يليق بجلاله وعظمته، ولا حاجة إلى القول بذاته لأن النص ظاهر واضح. نرجو فتح المجال لحفظ كشف الشبهات، أسأل الله جل وعلا لي ولكم الإعانة. هذا من أعظم ما يعمل في طلب العلم أن تحفظ المتون هذه، خاصة كشف الشبهات وكتاب التوحيد ثلاثة الأصول، لأن فيها من أصول التوحيد ما تحتاج إليه دائما، ومن حفظ فأراد أن يتقدم ونسمع له ما عندنا معنى. هل الخوارج كفار؟ ليسوا بكفار على الصحيح، بل كما قال علي رضي الله عنه من الكفر فالروب. وقول النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يعنى به أصل الدين، وإنما يعنى به أكثر دين. هل ورد أثر في أن مسح رأس اليتيم من أسباب ترقيق القلوب؟ هذا ليس على شرطنا الليلة. كيف أجمع بين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام جثاني من أهل النار لم أرهما الحديث وغيرها من الأحاديث، وبين قول أهل السنة بعدم حلول أهل الكبائر النار؟ دخول النار لمن لم يغفر الله جل وعلا له، أو لم ترجح حسناته على سيئاته، أو لم يشفع له، هذا يكون دخولا مؤقتا لمن كان من أهل السنة أهل التوحيد، ربما عذبوا في النار لكن تعذيبا مؤقتا ليس دائما، فتعذيبهم ليس بخلود فيها. الذي يخلد هو الكافر،
الخارج من الإسلام. كيف يعرف أو كيف يعرف الرجل البلاء إذا نزل به من المصيبة؟ يعني إذا نزل بالعبد شيء، هل يعتبره بلاء أم يعتبره مصيبة؟ وفي الواقع أراد أن يقول هل هو بلاء أم عقوبة فيما يظهر، أم هل هو بلاء أم مصيبة؟ هو يكون بلاء وهو مصيبة في نفس الوقت، لأن المصيبة يبتلى بها، لكن الذي يقارن يقال هل هو بلاء أم عقوبة، هذا الذي يفهم، أليس كذلك؟ ليشتبه هل هذا بلاء أم عقوبة، هل هو ابتلاء أم عقوبة. أما المصيبة فالله جل وعلا يبتلي بالمصائب كما هو معلوم. الأصل أن المسلم ما يصيبه ابتلاء، بقول النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. السر والضراء صارت خيرا للمؤمن فتكون إذن من الابتلاء، ابتلي بالسراء فشكر فكانت خيرا له، وابتلي بالضراء فصبر فكانت خيرا له. هذا الأصل في المسلم أنه يبتلى بذلك، ويقال يخشى أن تكون عقوبة. فإن كان المسلم في نفسه يعلم أنه من أهل العصيان فقد يترجح له أنها عقوبة، كما قال بعض السلف حينما أصيب بمرض شديد في آخر عمره قال مما أصبت بهذا، فجعل يتذكر هل له ذنب يعاقب عليه، هل له ذنب يعاقب عليه، فتذكر فقال ربما كانت من نظرة نظرتها وأنا شاب. فهذا مما يخشاه العبد، يخشى أن يكون ما أصابه عقوبة وهو ابتلاء يصبر عليه، فإذا كان ذلك يتذكر معصيته وذنبه فليبادر بالتوبة والإنابة، لأن هذه المصائب كفارات وتذكر العبد وتمحو الخطايا، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى لا يدعه، حتى يدعه وليس عليه خطيئة. قد جاء في البخاري وغيره من يريد الله به خيرا يصب منه. فإذا نقول الأصل أنه ابتلاء، لكن ما يجوز أن تقول هذه عقوبة عاقب الله فلان، لأن هذا ما تدري عنه، عاقب الله أهل البلد الفلاني ما تدري هل هي عقوبة أم لا، أن هذا علمها عند الله جل وعلا تحديد هل هي ابتلاء أم عقوبة، قد تكون ابتلاء وقد تكون عقوبة، وقد تكون هذه وهذه جميعا في حق البعض كذا وفي حق البعض كذا. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والهدى والاهتداء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.